إيه هذا الزين وهذا الشغل السنع. بالله عليك أنت في كامل قواك العقلية هذه بتتصرف؟ تصرف ونص يا أبو فهد. هذا الشغل ها أنت ارقد وامن. أنا برقد وامن إيه؟ باحلين باللي آمن اللي ورانا الذهب. إيه لا ذهب لا ما راح. شلون هذا بيتصرف؟ هذا يتصرف. أنت لا تصير عجل. أنا ماني بعجل ولا بعجل. بس هذا إنا باحلين بالذهب شلون بتصرف هذا؟ علمني انت حين ارى ما تذكر الله. لا اله الا الله. وجاينا عجك عجتك طايره وعلى طول. لا 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 شوفك قاعد تنقي وقاعد توزي. هذه الاحجار السوداء انت ما تعرف. انا ما شفت شيء اسود اصفر ايه؟ وازرق واحمر. قومك ما تعرف. وبني بالله عليك يعني في حجر بني؟ ايه هذا العقيق اللي مشكلتك يا ابو فهد انت ما عرفته. هذا العقيق ايش؟ هذا العقيق اليمني. الله العقيق اليمني في السودان موجود. وهذا سلمك الله الاحجار السوداء من جنوب افريقيا من جوهانسبرغ. نعم. وهذا سلمك الله الفيروزي لون بحري من ابدع ما يكون. شغل شغل. يا ابو عبد الرحمن انت يا ابو فهد انت ترقد وامن. انت هذه بكم القطعه اللي معك لحالها؟ هذه تجي تقريبا هذه كم يا عبد الرؤوف؟ تجي 35 ممكن يجي 35 35000 ويجي هذه 35000. وش على عبد الرؤوف؟ ايوه 35 35 يجي 35 35 37000. هذه نقطعها صغيرات صغيرات ايوه وتصير فصوص وتصير تحرك اركض طالع لي كذا. لا لا يعني انك ما اقتنعت. لا لا تقول قطعها ما دريت انك تقطع لك لحم بقطعها احطها على راس عصفور في سي مزبه اشبكها في سلك واحد. خلنا نسمع عبد الرؤوف وش تقول. عبد الرؤوف في سي مزبه سمسم انت. ايوه هذه انت الحين شفتها سبحك ذي اللي سنه سبحه ساحر. ايوه هذا انت معطيني اياها هديه. لا ما اعطيتك اياها. من بيعطي مثل دولي؟ لا لا ما اعطيه. اي زين خشب هذا. هذا خشب ده ما هذا خشب. اي هذا خشب. ايوه هذا خشب يا ابو فهد. نشوف الحجر هذه. انت مشكلك دخلتها مع واحد فنان وواحد عارف السنه. انه مو طلعنا من سوق دكان حاره صح جرجير على تونه على قرع على الله يكرم النعمه. نعم كرم. جينا حطيناك في هالمحل الزين وهالمحل المضبوط بيض الله وجهك. جاتنا هالكورونا حاستنا. اشهد بالله انك يوم طلعتنا من الدكان دخلتنا في ذهب وانا طيب بخور كبكات لا صدريات إيه كل يوم لابسين بشت إيه الناس تحشمنا تسلم علينا ولا صرنا ندخل مجالس كبار تعالوا عرضوا اللي عندكم الان جتنا هالازمه وجتنا هالظرف اللي يحل الله بالحيل الكورونا. رحنا لها اجودي عبد الرؤوف كلم راجو خويه هذا عنده حول 22 فرع في الهند وفي الكويت وفي الامارات وفي السعودية يعني في السعودية برضه موجود كله موجود عرفته. طيب الان جتنا البضاعة هذه نمونة هذه شيء بسيط بعدين نقسمها. هذه 35000 كم تطلع من عقد؟ يلا احسب 35. خذ خذ هذه خلها معك. اوه هذه عادي هذه 21 قراط. خلنا نشوف. لا اشوف هذه تجي تقريبا ذهب خلي عندي. هذه الله أعلم تجي يمكن حدود ب100000. لا تستهين. لا لا ما استهين بس بتأكد. هذا 24 الله يطول عمرك. 24 نعم هذا 24. هذه طيب. كم نحط فيها من عاقد؟ كم نوديها للصاغة؟ كم نوديها للمصنعية؟ نبيها دقة خليجية على دقة هندية على دقة بحرينية؟ يجي شغل. ارقد وامن. إن شاء الله أني برقد وامن وإن شاء الله أنك ما راح تقطنا على صخر. أنت يا أبو فهد يا زين النية الزينة. نية زينة. وانت قلبك ترى رهيف. انا احس ان في واحد لاعب على عليك. انا ما اعرف الا انت. لا في واحد خبير اسمه كريم عرفته؟ عرفته؟ هذا خبير. هذا راعي الاحجار الكريمة. لا 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 هذا حق ذهب. نعم. هذا حق ذهب اللي في المحل اللي جنبنا هذاك اسمه كريم. ايه هذاك يبدو انه لاعب في راسك. لا لا ابدا ما حد لعب في راسك. اكيد انا ما اعرف الا انت. ترى انت قلبك وعقلك يعني خفيف. خلنا في عقلي على جنب خلنا في قلبي. قلبك رهيف. قلبك حنون. حنون حنون. فانا احس ان ما حد قايل لك كلام ثم يعني تنك تغيرت علي. لا 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 اكيد ابدا 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 اكيد. ولا علاوي اللي جنبه. ولا علاوي. ولا عبد الرحمن اللي جنبه. حق الخبز. لا 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 مو حق الخبز. حق الفطاير. حق الجبن. خبز ابن حلال العب عليه قول فطاير. ما عليه هذولي يعني انت خليك معي. شفت اليسر
الله هذا اليسر هذا اصفر الله هذا الله اليسر الله 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 دور حقين يشجعون النصر على الاتحاد على هالاجاويد وحطها صغيرات 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 خلها سبحات خلها كبكات اجل شفت محها السوداء شفتها الله 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 شفته ترى هذا ايش ثم تجي سلمك الله وتعود تحط هذه معها الله 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 ولا ترى إشارة مرور ولا الله أكبر المهم شغل خلاص ايه ترقد وامن حنمشي معك بكره متى بتجي بكره بتجي البضاعة بعد في باقي بكره بتجي البضاعة كلها وعلى هالخشم وعلى هالراس وبشر على 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 هالخشم على الشحم عليه بيض الله وجهك عبد الرؤوف